الاتحاد نحرص دائما على ضمان التواصل مع الأسرة الإعلامية باعتبار أن العمل الإعلامي هو مرآة للعمل السياسي. مرحبا بكم مرة أخرى. تأتي هذه الندوة الصحفية من أجل عرض موقف الاتحاد من الأحداث السياسية الجارية التي تهمنا جميعا كجزائريين، سواء ما تعلق الأمر بداخل الوطن أو خارجه. هذه الفرصة التي سنعبر عنها أو سنعبر من خلالها عن موقفنا من الانتخابات الرئاسية والدعوة التي أدلى بها رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة. سبق للاتحاد وأن عرض في البيان الصادر يوم 27 مارس 2024 عن احترامه لقرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية باعتبار أن ذلك عمل من أعمال السيادة وأنه يدخل ضمن صلاحياته. اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية ومنذ تأسيسه سنة 2012 كان حاضرا في جميع المواعيد الانتخابية التي عرفتها البلاد في 2012 2014 2017 2019، وسوف يكون حاضرا في الانتخابات الرئاسية 2024 والمواعيد الانتخابية التي ستليها خلال السنة القادمة. صيغة المشاركة سوف يحددها المجلس الوطني للحزب في دورته المقبلة، والتي لن تخرج عن كونها إما ستكون تقديم مرشح باسم الاتحاد للانتخابات الرئاسية أو التحالف مع أحزاب سياسية من أجل تقديم ودعم مرشح آخر أو دعم مرشح مباشرة. هذا القرار السيد سوف تتخذه هيكل الاتحاد ممثلة في المجلس الوطني بكل حرية وسيادة. إن الاتحاد، اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، يؤمن أن الدولة لا تبنى في الشارع، ويدعو الجزائريين للمشاركة والمساهمة بقوة في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن هذه الانتخابات والمواعيد الانتخابية تشكل دائما فرصة لتعزيز البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية. الانتخابات هي أرقى وسيلة للتعبير الديمقراطي، وهي الوسيلة الوحيدة المعبرة عن الإرادة الشعبية. في نفس الإطار شارك الاتحاد منذ شهر مايو الفارق إلى غاية الآن في إطلاق سلسلة من المشاورات السياسية مع باقي الفاعلين على الساحة السياسية. اتفقت الرؤى بعد أن قمنا بالانتخاب بأكثر من 18 تشكيلة سياسية على توافق الإرادة في ضرورة أولاً الحوار بين الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى أرضية التوافق، وأيضاً ضرورة فتح الحوار بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل وضع الحلول للتحديات التي تعيشها البلاد. ندعو بهذه المناسبة إلى فتح نقاش إعلامي وسياسي ومجتمعي حول أهمية الموعد الانتخابي القادم والمواعيد الانتخابية التي ستليه، لأن المشاركة الشعبية الواسعة هي ما سيضمن الاستقرار وسيضمن تجديد وبقاء مؤسسة الدولة. الاتحاد منذ تأسيسه يسير على خطى الأمين العام للمؤسس رحمة الله عليه في كون أن مصلحة البلاد تسبق مصلحة الحزب وتسبق مصلحة الأفراد. نؤكد دائما أن الحزب على استعداد للمشاركة في أي مسعى سياسي يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد، وننظر بكل ارتياب إلى الأصوات العالمية التي تشكل أو التي تحاول التشكيك في هذا المسعى وفي هذه المبادرات. من الضروري أن نضع اليد في اليد، وواثقين أن التواصل بين الأحزاب وبين الأحزاب والسلطة وبين الأحزاب والحكومة كفيل بحل الإشكالات السياسية التي تعترض العمل السياسي في البلاد.
من الجانب الاقتصادي لاحظنا أنه خلال شهر رمضان المعظم أوفت الحكومة بالتزاماتها، لاحظنا أن هناك كانت هناك وفرة في المنتوجات في الأسواق وانخفاض في الأسعار، ولكن في نفس الوقت وقفنا ولاحظنا على أن هناك بعض اللوبيات التي لازالت تمارس الاحتكار سعيا وراء تحقيق مصالح وأرباح مادية ضيقة. هذه اللوبيات التي تحارب الرقمنة والتي ندعو بقوة وبكل إلحاح إلى قمعها باستعمال جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك توسيع مجال تطبيق قانون المضاربة. إن توجه الحكومة المعلن نحو إقامة مناطق تجارة حرة مع دول الجوار من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني، ومن شأنها أيضا أن يدعم علاقات الجزائر مع دول الجوار وخصوصا دول الساحل التي تشهد وضع سياسي مضطرب. هذا الوضع السياسي المضطرب يؤثر لا محالة علينا. الجميع يعرف أنه في العلوم السياسية هناك نظرية تسمى بنظرية أحجار الدومينو، وهي أنه إذا سقط نظام حكم في دولة فإن ذلك سوف يؤثر على الدول المجاورة لها. دول الساحل تعاني من مرحلة من عدم الاستقرار، جميعها تحكم بواسطة أنظمة انتقالية. ندعو إلى ضرورة إجراء انتخابات في هذه الدول من أجل السماح بالانتقال نحو حكم مدني فيها يكون أكثر استقرارا، يعمل من أجل حل المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها هذه الدول والتي تؤثر علينا سلبا. إن الحزب أيضا باعتباره حزبا ديمقراطيا اجتماعيا يلفت انتباه السلطات إلى الانتشار الواسع للآفات الاجتماعية وخصوصا المخدرات والمهلوسات التي تؤثر على شبابنا والتي نعتبرها حربا تشن علينا وعلى مجتمعنا من أجل تفكيكه. ندعو جميع الفاعلين أحزابا وجمعيات وشخصيات وطنية إلى الانخراط في حملة وطنية لمكافحة المخدرات والآفات الاجتماعية والمهلوسات العقلية أيضا التي تعرف استهلاكها وترويجها منحا تصاعديا يهدد الوحدة الاجتماعية ويهدد النسيج الاجتماعي للجزائر. نهيب بالقضاء أيضا أن يمارس دوره بكل صلاحياته وفقا للقانون وأن يكون حازما في قمع ومكافحة هذه الظاهرة. ذلكم هو البيان الذي ألقيه عليكم. شكرا لكم على الحضور، وإذا كانت هناك أسئلة الباب مفتوح.